وبالعودة إلى بيان عمداء البلديات بالأمس، ينضم إلينا عميد بلدية طرابلس المركز السيد عبد الرؤوف بيت المال. سيد عبد الرؤوف مساء الخير، ما مدى إمكانية الاستجابة أو تحقيق المطالب الواردة في البيان الذي أصدرتموه؟ الاستجابة هذا يعتمد على الشارع وعلى دعم مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء، لأن من الواضح جدا أن أصحاب المصالح طبعا ما لا تتماشى معهم هذه المبادرة. والحقيقة يعني واضح لنا جدا يعني عدم نشر هذا البيان بشكل أوسع في قنوات الفضائية، والسبب غير معروف الحقيقة. يعني هذا الشيء موقف واخدينا مجموعة من عمداء البلديات وعدد لا بأس به، فالمفترض أنه يعطوه نوع من الاهتمام ويسلطوا عليه بعض الضوء. الحقيقة احنا شايفين عكس هذا تماما. نعم نعم. طيب، يعني البيان ذكر أنه يرفض جميع المحادثات الجارية حاليا بين الأطراف الليبية، وبالمقابل عدة أطراف أيضا غير عمداء البلديات رفضوا تلك المحادثات، من بينها المؤسسة العسكرية مثلا. ما هو البديل عن هذه المحادثات برأيكم للتوصل إلى اتفاق سياسي لحل الأزمة في ليبيا؟ الحقيقة احنا لا نرفض شيء، يعني ما فيش أي ما يفيد في البيان نحن نرفض، ولكن لا نثق في نتائج الحوارات باعتبار أنها هي مبنية على ليست مبنية على أسس سليمة، واحنا طالبين الأسهل والأقرب والمطلوب من الناس، احنا أقرب الناس إلى الناس وللشارع، وهذا ما يطلبه المواطن العادي. الانتخابات، طالما أن في إمكانية لإجراء الانتخابات وبشهادة رئيس المفوضية العليا، لماذا لا نذهب إلى المفاوضات مباشرة؟ دعنا من كل هذه التعقيدات، يعني بموجب الإعلان الدستوري القائم الآن وقانون الانتخابات السابق يمكن إجراء انتخابات في خلال 120 يوم كاملة بالطعون بالنتائج. 120 يوم، هذا ما تفضل به السيد رئيس الهيئة. لذلك يعني من المفضل ومن الأحسن ومن الأسهل والأضمن أن نذهب إلى المفاوضة للانتخابات. ذكرت أنه نعم ذكرت أنه لم تكن هناك تغطية لهذا المؤتمر أو الاجتماع الذي عقدتمه، ما هو السبب؟ لا أدري والله، كان فيه كل تقريبا القنوات الفضائية وكان فيه نقل مباشر للبيان، ولكن كنا نتوقع أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع نظرا لأهميته ومناقشته، وربما لو في أي أخطاء وردت فيه أو كان في وجهة نظر غير صائبة كانوا يواجهونا بها. ولكن الحقيقة أنا شفنا تعتيم كامل من معظم القنوات الفضائية ومعظم وسائل الإعلام على هذا البيان وهذه المبادرة، ومع أنها يعني مهمة جدا وجدت في وقت مناسب ومهم جدا. أنتم لا ترفضون الحوارات ومخرجاتها، لكن لا تثقون في مخرجات هذه الحوارات أو ربما في بعض الشخصيات التي تدير هذه الحوارات أو هي عضو أساسي فيها. طيب، هل أنتم مع دعوة المفتي وبعض الأطراف إلى حوار داخلي قبل هذه المحادثات؟ نحن ندعو إلى انتخابات مباشرة. الحوار يجب أن يستمر قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، يجب أن يكون في حوار دائم مستمر ما بين الليبيين، يفضل في الداخل ولو كان في الخارج لا يمنع ذلك، ولكن يجب أن نذهب إلى الانتخابات. هذا يعني هذا ملخص طيب. البيان بكل وضوح وبكل سيد عبد الرؤوف، بيانكم إلى من وجه بالتحديد؟ من هي الشخصيات أو المناصب التي أو المسؤولون الذين وجه إليهم هذا البيان؟ الجميع، المجلس الرئاسي، مجلس النواب بشقيه، المجلس الأعلى للدولة، الهيئة العليا المفوضية العليا للانتخابات، كل المسؤولين الحقيقة، كل من له دور في نجاح الانتخابات أو البدء في إجراء الانتخابات كان هذا البيان موجه لي، وبشكل عام موجه لكل المواطنين وكل الناس، ويجب أن يعرفوا أن في إمكانية للخروج من هذا المأزق عن طريق الانتخابات.